إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار ومن أهلها. أيها الإخوة، من الأصول التي خالفت فيها الفرق واختلفت فيها وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط والقول الحق، وهداهم الله لما اختلفت فيه الفرق ما بين غالية وما بين جافية. أقول من الأصول التي اختلفت فيها الفرق قضية الأسماء وقضية الأحكام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وفي باب وعيد الله، أي أن أهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. في الحقيقة أن ما سمعتموه أصلان، الأصل الأول وهو الأحكام، أي أن هذا الإنسان من أهل الجنة أم أنه من أهل النار، وإذا كان من أهل النار هل يخلد فيها أم لا. هذا هو المقصود بالأحكام. وأما الأصل الآخر وهو أسماء الإيمان والدين، بمعنى هل هذا الإنسان مؤمن أم ليس بمؤمن، هل هو كافر أم ليس بكافر، هل هو فاسق أم ليس بفاسق، إلى غير ذلك من أسماء الإيمان والدين كالإيمان والنفاق والكفر والفسق وغيرها من الأسماء التي تترتب عليها الأحكام. وأنا سأدمج الكلام في النوعين أو في الأصلين، سندمج الكلام في أسماء الدين مع الأحكام، لأن الأحكام ترتبت عن الأسماء، وكل من ذهب إلى اسم وضع صاحبه في خانة وحكم عليه بحكم. ذكر ابن تيمية قضية الوعيد، والوعيد هو ما توعد الله به العصاة وتوعد به الكافرين والمنافقين والمشركين والفسق والفجر. فالخوارج والمعتزلة تمسكوا بالنصوص التي تقول بأن من ارتكب معصية ومات عليها ولم يتب فهو من أصحاب جهنم والعياذ بالله. ثم بين الخوارج والمعتزلة يفترقون في جعله من الكفر أو جعله من الإيمان، أم أن المعتزلة اختارت أن تجعله في منزلة بين المنزلتين. المهم
أن الخوارج والمعتزلة تمسكوا بالنصوص التي توعد الله فيها العصاة وأنهم من أصحاب النار وأنهم من أصحاب العذاب وأنهم كذا غضب الله عليهم، وقالوا من مات على هذا الفعل فهو من أصحاب النار المخلدين فيها. هذا غلو، هذا غلو. المرجئة واجهت هذا الغلو من قبل الخوارج والمعتزلة، واجهت هذا الغلو بغلو آخر، وهو أن المرجئة قالوا بأن الإنسان إذا كان معه إيمان القلب أو قل تصديق القلب، وقال بعضهم معرفة القلب، وزال بعضهم النطق باللسان، قالوا بأن هذا الإنسان مؤمن كامل الإيمان ومن أهل الجنة. انظروا، غلو في إدخال العالمين إلى جهنم، واجهه غلو في إسقاط شرائع الله عز وجل وجعل المؤمن الكامل من يصدق بقلبه فقط. إذا لا حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي ولا تشريع، فهدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق. فالمرجئة هؤلاء يقولون بأن الإنسان الذي يرتكب الكبائر والذنوب والمعاصي ما لم تكن كفرا أو شركا، يقولون بأن هذا الإنسان وإن ارتكب المحرمات وترك الأوامر الشرعية التي أمر الله بها جملة وتفصيلا، المرجئة قالوا هذا مؤمن كامل الإيمان ولا يعذب أبدا وسيدخل الجنة ابتداء. أجزوين معنا حنايا، ألا ترون أن عقيدة المرجئة موجودة فينا؟ كل الناس يعتقدون بأن مجرد الإيمان القلبي يكفي، يكفيه كدير مع الصلاة كدير مع الصيام، وما بقت صلاة ما بقت صيام ما بقت حج ما بقت صدقة ما بقت كذا، وفاش بقت الشريف ذلك بقت غير القلب ديالك يكون بيض يا كسيدي. وانت كيف عرفت أنه أبيض أم أنه أسود؟ سواد الأعمال يدل على سواد القلوب. والله لو كان قلبك أبيض لكانت أعمالك بيضاء نقية مقبولة، ولكن سواد الأعمال يدل على سواد القلوب. عندكم دليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مستحيل أنك تكون مؤمنا خالصا في إيمانك كاملا في إيمانك ولا تنتهي عن المحرمات ولا تقوم بالواجبات، أنت متملص من دين الله قالبا، وهذا يدل على أنك قد تملصت من دين الله قلبا. المرجئة هؤلاء فتحوا بابا للشر عظيم في الأمة، فاستهان الناس بحرمات الله عز وجل، وتجرأ الناس على حرمات ربهم، وضيع الناس حقوق الله سبحانه وتعالى، بناء على أن مجرد التصديق القلبي يكفي. وهذا قول خاطئ وقول مجانب للصواب، ويدل على خطئه السنة والكتاب. وسنقرأ عليكم من كلام أهل العلم كما تعودنا معكم لنوثق الكلام، ولتعلموا أن أهل العلم لا يتكلمون هكذا، وإنما يتكلمون في شيء موجود كما نحن الآن نتكلم في شيء موجود. هل عقيدة الإرجاء
موجودة اليوم في المسلمين أم لا؟ موجودة، بل تكاد تقول بأن أكثر من 90% من المسلمين مرجئة، لا يقيمون للأعمال وزنا ولا يرون أنها من الإيمان، وهذه هي عقيدة المرجئة قديما ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا. إذن فنحن عندما نتحدث عن المرجئة وعن الخوارج وعن القدرية وعن الجهمية، لا يقولن قائل بأننا نتحدث عن فرق عفى عليها الزمن وبادت وطويت صحفها. هذا الكلام يقوله رجلان، رجل يجهل حقيقة هذه الفرق ويجهل أصولها ومبادئها، لأنه لو عرف أصولها ومبادئها ونزلها على الواقع لوجدها موجودة، أو رجل يريد أن يصرف الناس عن أن يتعلموا دينهم وأن يقوموا عقيدتهم. فكم من الناس ومن الشباب خاصة يقولون هذه فرق ذهبت فلا داعي لنبش القبور، ولا داعي لإحياء أسماء الفرق التي ذابت في المجتمعات ولم يعد لها وجود. فلقول كلامك فيه بعض الحق وفيه كثير من الخطأ. بعض الحق أن الأسماء فعلا الأسماء القدرية والمعتزلة والجهمية وكذا، يعني ما بقاش طوائف تسمي نفسها بهذه الأسماء، لكن المنهج منهجها هذه الطوائف لا زال قائما في الأمة إلى الآن. دائما شيخ الإسلام بن تيمية أحب من أحب، ولكنه إن قال شيئا يخالف الكتاب والسنة نقول له هذا فراق بيننا وبينه، لأننا نتبع الحق بدليله لا بقائله، حتى لا يظن ظان بأننا نعبد ابن تيمية كما يقوله بعض المدلسين ويسمين بالتيميين تيميين. عمركم سمعت هذه التسمية؟ تسمية جديدة. وهذه من علامات أهل البدع أنهم يتنقصون أهل الحديث ويرمونهم بالأسماء الموحشة وبالأسماء المنفرة حتى ينفر الناس منهم. ونحن لسنا تيميين ولا وهابيين ولا ولا ولا، نحن نتبع السلام الذي دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذ نستدل بكلام علمائنا لأن الله قيضهم ولأن الله حفظ بهم هذا الدين ولأنهم أعلم من تكلم في دين الله، وهذا هو المنهج الصحيح. فإننا لا نرجع في قضايانا إلى الأطفال، إلى الرضع، إلى الأغبياء، إلى المبتدعين، إلى الضلال، وإنما نرجع في قضايانا إلى أهل الإيمان والإمامة في الدين. فابن تيمية شهد له العلماء قاطبة بأنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: فكان أول بدعة حدثت في هذه الأمة بدعة الخوارج المكفرة بالذنوب. يعني لمس الإنسان تزنى الخوارج يقولوا ليه أنت كافر، ولما تبتش إلى الله من الزنا فأنت من أهل النار خالدا مخلدا فيها. ماذا ضرب
الخوارج بهذا الأصل. ضربوا شي حاجة مهمة عندنا في الدين ولا ما ضربوهاش؟ يلا شكون اللي قلعها؟ يقول لي الله يرضي عليك، وشهدوا بأنني راضي عليه. فتح الله عليك، أبطل الشفاعة، لأن الشفاعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الزنا كبيرة ولا ليس بكبيرة؟ السرقة كبيرة ولا ليس بكبيرة؟ فإذا مات العبد على الكبيرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر كبيرته ثم يدخله الجنة، وإن شاء غفر له ابتداء، وإن شاء شفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدخل النار. إذا ضربوا أصلا كبيرا من أصول عقيدة المسلمين، وهو الشفاعة التي أعطاها الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإنهم يكفرون الفاسق الملي. ما معنى الفاسق الملي؟ يعني المذنب من أهل الملة، من أهل الإسلام، الملي، من الملة ديالنا. فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة، ومنهم من قال والصغيرة، كاين اللي قال الذنوب الكبيرة وكاين اللي قال الذنوب الكبيرة والصغيرة، كل شيء كيدخل مولاه الجهنم، لا تجامع الإيمان أبدا بل تنافيه وتفسده، كما يفسد الأكل والشرب الصيام. يعني قال لك بأن الذنوب كبار ولا صغار كيفسدوا الإيمان، زعما الإيمان ما بقاش، كما كتفسد الماكلة والشراب الصيام، وكما كتفسد المرارة السقيطة. قالوا أي الخوارج والمعتزلة: والإيمان، شوفوا شوفين غادي يدلسوا علينا، قالك والإيمان هو فعل المأمور وترك المحظور. قالك الإيمان هو الطاعات واجتناب المعصيات. هل صحيح أن الإيمان هو فعل الطاعات واجتناب المعصيات؟ ليس بصحيح، لأن تم فين هزونا، لأن إذا قلنا لهم بأن الإيمان هو فعل الطاعات وترك المحرمات، الوقت اللي كتفرط في طاعة ولا كدير شي محرم يسالك الإيمان. شكون اللي تيعيق بهاد الناس؟ مومو اللي يلا تختم البارح وتيجي تيعير بن تيمية، كيعيقوا بهم العلماء، هما اللي تيحصلوهم، هما اللي تيشدوهم، وتيعرفوا اش تيقصدوا بالكلام ديالهم. فمتى بطل بعضه بطل كله. فكسائر المركبات، شوف العقليات، فيكون العاصي كافرا لأنه ليس إلا مؤمن. أو قسم الناس إلى قسمين، قال لك مرتكب المعصية كافر لأنه ما كاين إلا طائع فهو مؤمن، عاصي فهو كافر. وسطر الناس إلى مؤمن وكافر، ولهم أدلتهم، راه عندهم أدلة يا عباد الله، راه ماشي كيتكلموا غير هكذا، وإنما نظروا إلى الأدلة بعين عوراء، يعني اطلعوا على الأدلة غير من واحد العين، غمضوا عينهم على آيات الوعد، وحلوا عينهم على آيات الوعيد. المرجئة غمضوا عينهم على آيات الوعيد وحلوا عينهم على آيات الوعد. إوا كل واحد خاد من طرف، كل واحد خاد من جهة. وقالت المعتزلة: ننزله منزلة بين المنزلتين. المعتزلة دريوشين قال لك، قالوا احنا دابا هاد السيد ما غادي نقولوا كافر وما غادي نقولوا مؤمن، ما غاديش نقولوا كافر لأنه يعني ماشي غير بمجرد ارتكاب واحد المعصية غادي نكفروه، ولكن راه ما بقاش مؤمن لأنه ارتكب المعصية. وحلو قلنا لهم فين غادي تحطوه؟ قال لي غادي نحطوه في منزلة بين المنزلتين، ما هو مؤمن وما هو كافر. ولكنهم اشتركوا مع الخوارج بأنه إذا مات فهو من أهل النار، وألزمهم العلماء بإلزام، لأنهم يقولون
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قالوا اليوم ما جيوا نقول لكم، انتم كتقولوا بانه ليس بمؤمن وليس بكافر، وكتقولوا الى مات على ذاك الذنب وما تابش منه فهو من اهل النار، ومنين غادي تصليوا عليه؟ اش غادي تدي؟ اش تقولوا لي باش غادي تدعوا معاه؟ ما تدعوش معاه بالمغفره، لان انتم عارفين بانه من اهل النار. اذا فالزمهم العلماء بهذا الالزام، كيف تقولون يصلى عليه وأنتم تقولون بأنه إذا مات على ذلك الدم فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها؟ فتناقضوا مع أنفسهم. نخرجه، المعتزلة قالوا نخرجه من الإيمان ولا ندخله في الكفر. دابا عندنا الخوارج وعندنا المعتزلة. الخوارج كفروه، تهنوا منه دقة واحدة دقة ما يبقوا يصدعوا مع راسهم، يبداو يقلبوا عليه، يقلبوا ليه فين غادي يتحط. المعتزلة تمشنوا شوية، قلبوا ليه فين غادي يسكن، حطوه ما هو هنا ما هو هنا. جاءوا المرجئة، وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية، فقالوا ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة. قال لك ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة، الله قال لك ماشي من الإيمان، الزكاة ماشي من الإيمان، الصوم ليس من الإيمان، الحج ليس من الإيمان. وكان واحد من العلماء ديال أهل السنة كان مع واحد من هذه المرجئة اللي تقولوا بأن الأعمال ليست من الإيمان، قال له وكانوا كيطوفوا، كانوا كيطوفوا بالبيت، قال له هاجي انت كتقول بان هذا الطواف اللي كنديروا ليس من الايمان وانا اقول بانه من الايمان، اجي بغيت نقول يا انت تغوت تقول آه عباد الله شتي هذا الحج اللي كنديروا هذا الطواف ليس من الايمان، وانا نقول يا عباد الله هذا الطواف وهذا الحج اللي كنديروا من الايمان. قال لي وبغيتي تفضحني؟ قال لي هو العقيدة اللي غدا تفضحك عند الناس لاش كتمشي عليها؟ فألزمه، انت خايف غير من الناس ما خفتيش من الله. قال لك ولا ترك المحظورات البدنية، يعني قال لك ترك المحظورات وفعل الواجبات قالوا ليس من الإيمان، فإن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقربين والظالمين. شوف يا أخوان، كان واحد النقطة كيتشاركوا فيها الخوارج والمعتزلة والمرجئة، كيتشاركوا فيها كلهم، وما أنهم قالوا بأن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. فالخوارج من قالوا بأن الإيمان بحال كنقولوا الايمان فره وحده ما كتحلش، الا مسى منها شي حاجه مشات كلها. فلذلك لما وقع المؤمن في المعصيه قالوا ذهب ايمانه. المرجئه قالوا بان الايمان شيء واحد لا يتجزا، وقالوا بأن الأعمال ليست من الإيمان، فالإنسان إذا ارتكب الذنوب والمعاصي يعني ما عنده حتى شي علاقة بالإسلام في الظاهر دياله، ما كاين طاعة وما كاين غير المعصية. قال لك هذا مؤمن، قال لك لأن الإيمان في القلب. ثم قالوا بأن إيمان جبريل وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر يستوي مع إيمان أفسق الناس وأفجرهم. يعني الخلاصة ديال الكلام ديالهم أن الإيمان ديال جبريل بحال الإيمان ديال واحد الإنسان ما تيدير حتى شي حاجة في الطاعات، وأي معصية حرمها الله إلا وهو طيح فيها. قالوا الإيمان ديالهم كيتساوى لأن الإيمان لا يتجزأ وهو شيء واحد والناس فيه سواء. إذن افترقوا في شيء وافترقوا في أشياء. إذن نقرأ عليكم
أصول أهل الإرجاء، أصول أهل الإرجاء التي يمشون عليها، زعما الأنواع ديال أصناف المرجئة، أصناف المرجئة، حيثما المرجئة ولكن كاين الأصناف. طيب، الصنف الأول القائلون بتأخر العمل عن الإيمان، القائلون بتأخر العمل عن الإيمان، يعني كيقولوا بأن العمل ماشي من الإيمان، زعما غير صدق بقلبك ورا ما عندك الذنوب، يا ما اش من ذنوب، وضيع الحال، ضيع الفرائض والواجبات، يا ما ضيع، المهم انت راك مؤمن بحال الايمان ديال جبريل. الزني وسرق وقتل وذبح وقذف ودير جميع الموبقات والذنوب والمصائب والعظائم اللي حرمها الله سبحانه وتعالى، وما تصليش وما تصومش وما تزكي وما تحج، ما تأمر بمعروف، ما تنهى على منكر، ما تجاهد إلى وقف عليك الجهاد، ما تدير الخير، ما تدير بر، ما تدير معروف، ما تكون مرضي الوالدين، يعني كل شيء هذا الشيء وراك انت مؤمن بحالك بحال الإيمان ديال جبريل عليه الصلاة والسلام. وبأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إذن قالوا بأن الأعمال ليست من الإيمان، هذا صنف الأول، قالوا الأعمال ليست من الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه قال لك الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، وهؤلاء هم المرجئة عند الإطلاق، ويدخل فيهم كثير من أهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية وأبو حنيفة وكثير من أتباعه وبعض الفقهاء، ويسمون مرجئة الفقهاء. أسمعت أبو حنيفة رحمة الله عليه، قال العلماء سميت المرجئة بالمرجئة لأن الإرجاء هو التأخير، الإرجاء هو التأخير، وخر شي حاجة، إلا وخر في شي حاجة كنقول لك أرجعتها، قالوا أرجه وأخاه واحشر في المدائن، وابعث في المدائن. نعم، الإرجاء هو التأخير. وسموا مرجئة، كانت واحد المرجئة بانت ومشات، وهم الذين يرجئون أمر علي وعثمان رضي الله عنهما، متى يحكموا عليهم بتشي حاجة متوقفين في الأمر ديالهم، أي يرجئون أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى. هادو كانوا صحابة وكانوا في التابعين ومشاو، يعني هذا ماشي هو الإرجاء المدموم التي يطعنوا فيه السلف ويدموه، ماشي هو هذا. المرجئة بمعنى أنهم يرجئون أمر المذنب والتارك للفرائض إلى الله، يعني كيخلوا الأمر ديالو إلى الله، لكن في الحقيقة هم لا يتركون أمره إلى الله، كيقول بأنه مؤمن كامل الإيمان ومن أهل الجنة ابتداء، وإما بتأخير العمل عن الإيمان، وهذا هو المشهور وهذا هو المعروف عند الإطلاق. الصنف الثاني من المرجئة، المرجئة الغالية، أي من الغلو، أو هم القائلون بأن الإيمان مجرد المعرفة، يقولوا بأن الإيمان غير خصك تعرف بأن الله موجود صافي، راه أنت مؤمن وراك داخل الجنة. وهؤلاء غلاة المرجئة، ومذهبهم مذهب باطل، وقد ذهب بعض العلماء إلى تكفير من يعتقد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الكتاب بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إذن معرفتهم لله
ومعرفتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم مع إصرارهم على عدم الدخول في دين الله هل جعلتهم مؤمنين؟ أبدا. إذن هؤلاء الغلاة على مذهبهم ما غاديش يبقى شي كافر إلا لما تعرفش الله بزعمهم هما. إذن غادي يكون اليهود مؤمنين والنصارى مؤمنين وإبليس غيكون مؤمن ولا لا؟ لأن إبليس كيعرف الله أحسن منهم. هما إلا بغاو يحلفوا كيحلفوا بالقبة، وهو بس حلف بالعزة ديال الله سبحانه وتعالى، ما شركش القسم ديالو. هو يعرف الله أحسن منهم وعنده علم بالله أفضل منهم. هل هذا نفعه في أن يكون مؤمنا؟ لا. فرعون كان يعرف الله بقلبه أم لا؟ كان يعرف، ولذلك هذه المعرفة القلبية لا تنفع صاحبها عند الله عز وجل. وأنه سمعوا وأنه لا تضر في الإيمان معصية، وقالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نعم صحيح، الكفر ما كتنفع معاه حتى شي طاعة. واش الإنسان اللي كافر وتتصدق غادي يلقى الأجر يوم القيامة؟ ما كاينش. واش الإنسان اللي كافر ويميط الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، واش غادي يلقى الأجر يوم القيامة؟ لا، لأن الأصل الذي تبنى عليه هذه الأمور غير موجود وهو الإيمان. فالكفر لا تنفع معه الطاعة أبدا، ولكن الإيمان ليس كذلك. ما غاديش نقول بأن الإيمان لا تضر معه المعصية، لا، نقول الإيمان تضره المعصية، الإيمان كضر المعصية. الله يجزيكم بخير. فشعب الإيمان كداو 70 أو كداو 60 على حسب الروايتين. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. واحد الإنسان غادي نقوله مثلا ما فيش الحياء، ما فيش الحياء، وهو مؤمن ويؤدي الفرائض الحمد لله، يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وموحد كذا وكذا، هل هذا كافر؟ ليس بكافر، لأن الإيمان شعب والكفر شعب. ولذلك هذا من الإشكالات التي ترد على من يقولون بأن تارك جنس العمل يعتبر كافرا. هذه من الإشكالات يا إخوان، وبقى القضية مشكلة، وكنت ناوي تألف فيها شي كتاب ونشوف ونحل هذه المشكلة. لأن دابا كاين شي قول كيقولوا ماليه بأن اللي ترك جنس العمل، حال مثلا واحد الإنسان ما تيصليش نهائيا، هذا كافر. وزادوا يعني الصلاة كاين فيها حديث بأن الإنسان اللي ما كيصليش كافر، لكن جينا العبادات الأخرى، أن إنسان مثلا لا يميط الأذى عن الطريق، كيدوز طريق وكيلقى جزا ما يحيدهاش، يدوز يلقى مسمار ما يحيدوش، يدوز يلقى حجرة ما يحيدهاش، يعني قاعدته هي هذه، وهو مؤمن يصلي ويقوم بجميع الطاعات، غير هذه المصيبة هي اللي فيه ما تيديرهاش. يعني ترك جنس العمل ولا لا؟ ترك واحد الجنس ديال العمل وهو إماطة الأذى عن الطريق، لأن الصلاة جنس والصيام جنس والزكاة جنس، على الصلاة هي الصيام، إذا كل وحدة بوحدها، وإماطة الأذى عن الطريق هي الحج. إذا جنس العمل تركه يعتبر صاحبه كافرا، هذه القضية باقي خصي يتحرر فيها الكلام، وراه باقي أهل العلم شي تيجرهك وشي تيجرهك، وباقي ما تحررش فيها الكلام بواحد النفس علمي اللي غادي يرتاح له الإنسان، لأنهم
يعني خادس مسائل ورد النص في ذكر تكفير صاحبها وسحبوا عليها جميع الأعمال، والإنسان يعني يتحفظ شوية في هذه المسألة. الصنف الثالث: الذين أرجأوا الحكم في صاحب الكبيرة وتارك الفرائض في الآخرة فلا يحكمون له لا بجنة ولا نار. وهذا الصنف مذموم، لأن أصحابه يرون أن العمل والترك لا يضر مع المعرفة والتصديق، وهذا القول فرع عن قول الجهمية، إلا أن الجهمية يحكمون لمن عرف الرب بالجنة مطلقا مهما عمل أو ترك، أو هو لازم قولهم. إذن الصنف الثالث هما هذوك الناس اللي كيقولوا الإنسان اللي تيدير المعصية ما نقول له هو من أهل الجنة ولا هو من أهل النار. لا، نقول المؤمنون من أهل الجنة، لكن باش نجيو عند شي إنسان بعينه وبتحديده نقول له أنت من أهل الجنة، هذا كل أهل السنة، كل أهل السنة يقولون بذلك. يعني كل شيء أهل السنة كيقولوا الإنسان بعينه تجي عند فلان سميته وتقول له أنت من أهل الجنة، هذه ما كيناش عند أهل السنة والجماعة الذين حافظوا على الإسلام. عند من كينا؟ عند الصوفية، لأن الشيخ كيطلع تطلع اللوح المحفوظ وتطلع عليه وتقرأه وكيشوف السميات كاع ديال دوك الناس اللي معاه راه غيدخلوا للجنة. ما فراسكمش هادين نتوما، إوا ابحثوا لكم عن شيخ، راه قالوا لكم الشيطان شيخه من لا شيخ له، وقال لك لا بد إذا بغيتي توصل عند الله لا بد لك من شيخ يوصلك إلى الله. إوا الوقت اللي ما كانش الشيخ شكون كان كيوصل الناس لعند الله؟ ها؟ مصيبة هذه. شي وحدين قال لك الشيخ دخل عند واحد الدار وبقى فيها النور شاعل الدار ضاوية كلها، يمشي حيد المكانة ديال الأراضي. وهذا الشيء غيرها في هذه الأيام ترى، هذا الشيء ماشي قديم. قال لك الشيخ دخل عند واحد الدار وبقات الدار منورة، بقات ضاوية بالليل وبالنهار. كون غير يدخل عندنا نحيدوا هاد المكانات والله الا تهلكنا. 3000 ريال 7000 ريال 10000 ريال في الضوء، فينا واحد الشيخ ينور لنا الديور ونعيشوا بلا. قولوا لي ديك غير بحالك عندنا شويه خديتي يشعلوا لنا الضوء. مصيبه. وراه كاينين شي ناس راه تيامنوا بهذا الشيء مزيان وتيروجوا وتيشيعوا فرحانين به. ايه قال لك كدعو على شي حاجه فاتت، ما فات والو. ضلال كما تأصل باقى الجذور ديالو إلى يومنا هذا. واللي بغى به الله الخير يكون من الذين يتبعون الكتاب والسنة والصحابة والتابعين. الصنف الرابع: الذين أرجأوا أمر المختلفين في صفين والجمل، ومنهم طوائف من القدرية والمعتزلة والجهمية، والذين أرجأوا أمر علي وعثمان، هذو اللي ذكرنا لهم. الصنف الخامس: الذين يقولون الإيمان قول اللسان فقط. كاين كيقول لك سيدي غير الإنسان ينطق بالشهادتين صافي راه مؤمن، واخا ما يكونش عنده العلم القلبي والمعرفة القلبية والتصديق القلبي، واخا ما يكونش عنده، واخا غير ينطق بالشهادتين راه هو مؤمن كامل الإيمان. وهذا شكون اللي غادي يدخل معاهم يولي مؤمن؟ هاد الناس على هاد المذهب ديالهم شكون؟ المنافقين، فتح الله عليك المنافقين، لأنهم يقولون بألسنتهم ولكن قلوبهم تبطن الكفر، لأن المنافقين كفار. نعم، إذن على المذهب ديال هاد الناس ما كاينينش المنافقين، لأن قال لك مجرد غير الإنسان ينطق بالشهادتين باللسان فهو مؤمن كامل الإيمان ومن أهل الجنة، وخا ما يدير من الأعمال والو، وخا ما يعتقد بالقلوب بالقلب ديالو والو. لأن الإيمان قول
اعتقاد بالجنان بالقلب وقول باللسان وعمل وعمل بالأركان أو بالجوارح. الإيمان كين قول القلب وعمل القلب، وكين قول اللسان، وكين عمل الجوارح. ولذلك بعض العلماء يقولون الإيمان قول وعمل، أي قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. يعني القلب له قول أم لا؟ قول القلب هو العلم بالله ومعرفة الله والتصديق، هذو ما الأركان الثلاثة اللي توفر باش يكون القلب قال قوله. ثم تأتي أعمال القلب وهي تعظيم الله وخشيته ومحبته والتوكل عليه والرجاء فيه، كل هذه من أعمال القلوب. إلا مش شيء ركن من أركان القلب ولا ركن من أعمال القلب مش الإيمان. إذن أقوال القلوب وأعمال القلوب من فقد منها واحدا ذهب إيمانه. طيب قول اللسان فيه أصول وفيه فروع، كما أن القلب عنده أعمال فيها أصول وفيها فروع. الأعمال هي اللي سميناها الأقوال، الأصل اللي خصو يكون هو العلم والمعرفة والتصديق، ثم المحبة والرجاء والخوف والتوكل وغير ذلك، فهذه فروع القلب. القول باللسان كين أصول وكين فروع. الأصل ديال قول اللسان أشنا هو الشهادتين، لأن من قال عن نفسه بأنه مؤمن وقلنا له انطق بالشهادتين، قال لك لا، عدنا احنا هو مؤمن ولا ماشي مؤمن؟ ليس بمؤمن، لأن باش يكون مؤمن ويدخل في الإيمان خصو ينطق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. بمعنى أن اللي ما بغاش يقول لا إله إلا الله يستحق القتل. وأعمال الجوارح فيها أصول وفيها الفروع. الأصول هي أركان الإسلام، والفروع هي الأعمال الخيرية الأخرى التي تتفرع عنها. إذن أعمال القلوب وأقواله إلا ما كان شي حاجة منها دخل الإنسان في الكفر. قول اللسان إلا ما كان الشهادتان دخل الإنسان في الكفر. الفروع ديال قول اللسان هناك يبقى تفصيل، أنه بعض الأمور يكفر صاحبها بالنطق بها، وبعض الأمور لا يكفر بالنطق بها. وقد اختلف العلماء في بعض الأمور التي يكفر الإنسان بالنطق بها، كسب الله وسب رسوله وشتم الله وشتم رسوله والاستهزاء. وإن كان الراجح أن من سب الله وسب رسوله وسب دينه واستهزأ بدين الله عز وجل فهو هذا هو الراجح إن شاء الله في هذه المسألة. ثم يبقى أن المعين الإنسان اللي بعينه ما نقدروش نحكموا عليه بالكفر، تنبينوا ليه ونقيموا عليه الحجة. إذا بينا له وقمنا عليه الحجة واستمر في سب الله ورسوله فهو كافر. الحرمة ديال الله أولى من حرمة المسلم، ياك الحرمة ديال المسلم كبيرة عند الله، ولكن من إنشاد المسلم تتجرأ على الحرمة ديال الله وهتكها بقات ليه شي حرمة. صنف خامس هو هذا اللي تقولوا بأن الإيمان هو النطق باللسان فقط. واش هاد الأمور اللي تنقولها كنحتاجها في حياتنا أم لا؟ لقينا بأن الناس كيقولوا بأن الإيمان هو غير إنسان خصو يعرف الله بقلبه راه مؤمن، دوك اللي قارين بزاف هاد الكلام كنسمعوه دوك الناس اللي قارينه، وعلى مذهبهم هذا أدخلوا اليهود والنصارى. سمعوا يا إخوان، هاد الناس اللي كيدافعوا على اليهود والنصارى وكيقول لك بأنهم تا هما مؤمنون
وحتهما أصحاب الجنة بناء على هذا العقيدة. تيقول لك الإنسان تيعرف الله تومرة تيعرف الله، الإنسان تيأمن بالله تومرة أي تيأمن بالله، إذن توما مؤمنين تهما من أصحاب الجنة ويدافعون عن الكفار بناء على العقائد المسطية. العقائد المسطية هذه العقائد التي تخرج عقيدة المسلمين والسد ديال الدين وديال الرب.